عندي لا مرا ما عندي لا ولاد لا بنات، كنعيش بوحدي مده 10 سنين. سكنت في 2010 في قصر البحر، بائعه متجوله، عندي فراشه اللي كاريه ليا ساكنه في حي الاندلس السالميه جوج، وخوها في الميل تقطع من الحشيش، مره يهرس ليا بانيو، مره يهرس طن، وهذا الشيء في راس الدرب كامل، في الميل يهرس لي شي حاجه، هانتوما مالين الدرب جدا ليا. واليوم جيت مع 12 واحد الماعن في السده واحد البوطه صغيره وهذاك الشيء اللي ما كنستعملو، اللي حاجه اللي قديمه كنديرها في السده، كلها خرج ليا ماعني. شنو السبب؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ كيتقطع من الحشيش، مدمن على الحشيش، والدرب كله عارف. انا اللي كنبان لي حتى انا في السفلي دابا موطور وحاطو في اسطوان، ملي كيبغي يجي يهز الموطور من اسطوان كانت مجينه داخله كيلقاني. اليوم على 12 مخرج الموطور هو ديت لي هاد السده، هاد الشيء غير خوا غير واريس. انا راه هاد السده راه على قبيله كنحطها في درهم، كنحط فيها ما يعني باني واسي الما يعني اللي كنحتاج الله يحسن العون. كاري السده تاعي هذيك تاعي ديالك؟ ايه السده مع البيس تاعي، دابا حيت كاري السده والبيس ملاصقه معاهم تاعي تاعي حسن معايا تا واحد في السفلي غير فيها. حاطه فيها شي حاجه؟ كنحط فيها البانيوات اللي ما اللي كنستعملهم والحاجه اللي قديمه كتعاوني شويه. حاطهم حدا بابي تاع بعيد عليه هو. علاش رماهم؟ هو يحيدهم، قال لي بغيت هاد السده تخوي وانت يا تتي غتخوي واحد الشهرين غتخوي، غنخسر عليك مليون وتخوي. قلت لي ما تلوحش عيس معاه ولاحهم. ولاحهم قال لي اول كاريه كتبقى 10 سنين، حنا ما كيفوتوش عندنا الكرايه عامين، سيري قلبي على راسك. قلت لي راه ليا باش نمشي انايا هذيك الغرفه اللي كاريه منها فيها حاطه غير تلفازه قديمه وحاطه يا شي امي عنات، والناس كيعطوني الحوايج. دابا الحوايج اللي كنخاف عليهم اللي يديهم كنحطهم معايا في البيز، والحاجه اللي ما كنستعملهاش كنستعملها ولكن مره كنحطها في السده صافي. بحال صبابط بانيواس بوطه صغيره خاوي عطاتها ليا شي مره نحطها فهمتيني. ايه قالوا لي خرجي. قلت لي ما راه ولي داك الشيء اللي غتخسروه في المخزن عطيوه ليا. دابا انا كنطالب من هاد الناس يعطيوني جوج المليون ونخرج، حتى انا عطيتهم 12 وصلت معاهم 12 دابا 10 سنين وانا ساكنه 1000 درهم شهريا. ملي درت عمليه حسابيه لقيت رزقي كله مشى، ما يمكنش ليا نخرج بلا تعويضات. الا بغاوني هما نخرج، ما بغاونيش هالرواسب قدامكم 12 مليون. ايه مستغله، انا ما بغيتش نخرج. انا هاد الناس كنطلب منكم وعائشه محمد الساس ديروا لي معاهم حل، ديروا لي معاهم غير حل. انا ما بغيتش نعنف، ما بغيتش نمشي نجبد 500 درهم ونعطيها لشي مجرمين اللي غيجيو. هذا اللي ديري ما كيجبدوني، ما عمر جبت لهم شي مجرم. كنمشي للدائره 22 خذوا لي حق شحال من مرات، من 2010 والكوميساريه 22 حتى نحشم نمشي للكوميساريه. ودابا اتصلت بكم، واحد الدري قال لي شاف تي في غيشوفها كل شيء وغيدير لك حل. وعائشه محمد السادس وانا عاوليه كيحضروني اليوم ما درتهاش، ولكن هذا اللي كنهضر اللي دار لي هذه الحاله ولده عندي به محضر في الدائره 22. دابا ولده عطاني الثقه ناض لي الراجل. دابا عندي ثلاثه المحاضر في الدائره كوميساريه 22، ثلاثه جوج خوتها وواحد ولد صافي عطوني التيقار. ما يلحقوش هي المواعني ونبقى ساكنه انا، خصهم راه كنادي لها الواجب. ملي مشيت عند خصهم اليوم السالميه قالت لي جيبي الصحافه جيبي، قالت لي خصهم هذيك اللي كاريه لي خصهم هي اللي قالت لي شوهي من الصحافه. انا خوتي ما حاسديني على ديك ال 20 اللي كنعطيك حس ما كنعطيهم منها والو. خصهم اللي كاريه لي هي اللي قالت لي سيري الصحافه اللي مني غيشوفوا راسهم تشوهوا غيعطوك التيقار. عطوني عاد باغا التيقار، ما يلحقوش ليا المي عناتي. انا في السفلي هما في الدوزيام، اش داني ليهم؟ انا كنشور على برا ما كنطلع للدروج ما كنطلع عندهم. انا في السفلي فين ما الباب تاع الزنقه خاسر سايبسو خسروه، فين ما ندخل نلقى المشكل، كنضل في سماره ونجي نلقى سماره.